بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المهارات الضرورية بين الزوجين أو بين الإخوة في الله عز وجل المصارحة، وهذه المصارحة هي التي تعزز الثقة والمودة والحب بين الزوجين أو بين الإخوة في الله عز وجل، لأن هنالك قضايا كثيرة موهومة وظنون تكون في رأس صاحبها وليس لها وجود في الواقع. فإذا ما صارحت الطرف الآخر بما يعتلج في صدري أو في عقلي تتبين لي حقيقة الموقف، وهذه المصارحة هي سنة قرآنية كما يحدث الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. صراحة تكون في جوهر المشكلة وليست في فروع المشكلة. ما هي جوهر المشكلة؟ ما هو الظن الذي قد أظنه في زوجي، في زوجتي، أو الزوجة التي تظنه في زوجها؟ ما هي الأمور التي أحبها في زوجتي أو الأمور التي زوجتي تحبها في؟ هذه أمور مبناها على الصراحة، نتصارح فيما بيننا. أما إذا بقيت المشكلة في عقل صاحبها فقط وقد لا يكون لها وجود في الواقع، فإن هذا يولد أوهاما تليها أوهام وتليها أوهام وظنون، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى الفراق بين الزوجين. ولكن إذا ما تحدثنا عن المشكلة بنفس هادئ وبروية فإنه يتبين لنا وجهة النظر الآخر. قد أشك في فلان أو فلان يشك بي، وهذا الشك قد يكون مبناه على توهم. أنا أذكر من أكثر من 30 عاما أن فلانا من الناس شك بي، وهذا الشك كان مبناه على توهم، وكان يتملص من اللقاء حتى تتجلى المشكلة. والحمد لله رب العالمين، تلاقينا في يوم من الأيام وظهر بأن المشكلة ليس لها وجود إلا في عقله، مبناها على الظنون الذي حرمه الله عز وجل ونهى عنه في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هنالك كثير من الأمور الخلافية ليس لها وجود إلا في عقول أصحابها، لكن إذا وضعناها على أرض الواقع فإنه يتبين بأن ليس هنالك خلاف. وهذا كله لا يمكن أن يظهر إلا بالمصارحة. أصارح زوجي، الزوجة تصارح زوجها، قد تظن بأن زوجها له مثلا كذا وكذا وكذا، فإذا ما تمت المصارحة فإن هذه المشكلة توأد في مهدها. كذلك بين الإخوة في الله عز وجل وبين الأخوين في النسب، قد تكون هنالك مشكلات في ذهن أحد الإخوة تجاه أخيه، بأنه مثلا يحسده، أو بأن هنالك سحر قد صنعه أحد الطرفين للآخر، إما منه أو من زوجته. وهذه تكون يعني ليس لها وجود في الواقع. لماذا لا يجتمع الإخوة ويتباحثون في أصل هذه المشكلة ويصارحه مثلا بأن والله مثلا زوجتك سحرت زوجتي أو سحرت بنتي أو سحرت ابني؟
لماذا لا يتم التصارح وتبقى المشكلة معلقة سنوات وسنوات طويلة ويتبين في نهاية المطاف بأن هذا لا حقيقة له وبأن هذا وهم؟ صارح أخاك، بين له بأني أنا حقيقة أشك بأن هذا الأمر له يعني حقيقة، واجلسا مع بعضكما وتحاورا وتصارحا حتى تدخل إلى عمق المشكلة، وبذلك نجد بأن هذه المصارحة حقيقة تحل كثير من المشكلات وتقضي على التباغض والتنافر الذي لا وجود له حقيقة إلا عندما نتخلى عن هذه المصارحة، فيدخل الشيطان وتكون الفرقة والعياذ بالله عز وجل، والتباغض والتنافر سببه لأننا لا نتصارح عن أمورنا الحياتية، ولو أننا قضينا عليها في مهدها بالمصارحة لا اكتفينا، اختصرنا كثير من الزمن واختصرنا كثير من الشرور والآثام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.